وكتمت جرح بايدي عشان مفيش دليل لدينهم، ولا حد كان هيصدق انهم قتلوه. انما دلوقتي حجتكم ايه؟ في ايدك الدليل ان هم كانوا هيصفوا دم بنتي قدام عيني. في رقبتي يا شريف، دم كريم في رقبتي، واللي حصل لمريم في رقبتي. ولو ما خدتش حقهم وبردت نارك وناري، يبقى خد طارك مني انا وتفني مع كريم. هربت؟ هربت ازاي يا نوسه؟ هربت؟ هربت يا سلوى؟ ايه بتكلم هولندي؟ هربت وانا قاعده مستنياها في الاوضه، مسحت عليها كل المكان، ملهاش اثر. مش انت اللي قلتي ان هي مطمنه وحاطه في بطنها بطيخه صيفي ومش واخده اخوانا؟ اكيد كانت خدعه، كانت بتسجدني بالكلام لحد ما تعرف تهرب. معقول يا نوسه بنت هبله زي دي تكون بالذكاء ده كله؟ قصدك بالخبث ده كله؟ دي فلاحه يا سلوى. اساليني انا عن كهن الفلاحين، انا عارفه كويس. كمان فلاحه؟ يعني ادم يبيعنا كلنا ويرمينا كده بطول دراعه عشان حته بنت فلاحه بتنشد في الموالد؟ رمرام ما يملاش عينيه الا التراب، هو ده ادم عمره ما هيتغير. يعني هي كان فيها ايه الست هويده علشان يجيبها ويقعدها في وسطينا ويتمسك بيها؟ وهي خربتها وودته في 60 داهيه. طب قولي لي بقى من الاخر، البنت دي حلوه كده؟ فيها الطمع يعني؟ بقول لك يا سلوى ما تجننيش، ما تعصبنيش، اللي على راسي دي مش عياقه، ده من الصداع اللي هيفرتك نافوخ. يا ست اهدي بس، انا بس بستفسر، مش يمكن نكون بنجري ورا سراب والبنت مالهاش اي علاقه بادم؟ لا ليها. ليها، والا ما كانتش تهرب مني بالطريقه دي ومن غير سبب. وبعدين انا صباح مرسياني وشرحها لي كل حاجه، وقالت لي ان هي بنفسها اللي نقلها بالاسعاف على المستشفى. اه صباح، قولي لي بقى، سيبك من الهري ده كله والمستشفى والموت، صباح عرفتك مكان بيتها ولا لا؟ ايه ده؟ في ايه؟ ملوخيه. عرفت منين؟ القروبة عرفت منين؟ يا حبيبي بس بيعنا والشفا. ايوه بيتك يا فندم، بيتك يا ماما. طالما عرفت اسمك من صباح يبقى اكيد عرفت عنوانك منها، وزمانه دلوقتي متراقب. متراقب؟ طب وبعدين؟ ولا اي حاجه، هنخلص الاكل الطعم قوي ده وبعدين نحبس بشاي متين، وبعد كده حضرتك تتفضلي تباتي في الاوضه اللي جوه. لا ابات ايه، ما ينفعش يا ادم، ما ينفعش. ما تخافيش، يعني انا عارف انا بقول ايه كده كده، شويه وهاخد الاخ اللي نايم جوه وهنبات في حته قريبه منك. ايه ده؟ افهمني والنبي، انا لا خايفه منك ولا خايفه من الدكتور شادي، ده انا عمري في حياتي ما حسيت بالامان زي اللحظه دي. شايلتي ليه؟ عشان الناس. ناس ايه؟ انت شايفه يعني اسم الله حوالينا امم؟ ده احنا في اوام. ايه ده؟ افهمني والنبي، الله يخليك بقى. يا ست قولي حاجه ماسكه نفسها عشان اعرف افهمك واكمل الاكل اللذيذ ده. ما اصل الحكايه دي بالذات يعني هي سر، ومبحبش اتكلم فيها كتير يعني. سر يا فاطمه؟ سر؟ انت عارفه المكان اللي انت فيه ده مفيش مخلوق يعرفه. اضطريت ان انا اكشفه على الاخ شادي اللي انا معرفوش، وطبعا مش واثق فيه علشان خاطرك، علشان اعرف احميكي من الكلاب اللي بتشمشم وراكي دلوقتي. وسر؟ شكرا فاطمه، شكرا. والنبي والنبي ما تزعلش، انا اسفه، انا كان قصدي يعني ان دي حاجه بتاعت ربنا، ولما بتتقال بالبق كده بس بتقل بركتها. ايه هي اللي بتاعت ربنا وبركتها؟ ايه هو؟ ايه؟ الفلوس. اه مالها؟ ادم انا يجي ورايا 7 بيوت فاتحين بابهم ومستنيين القرش اللي بجيبه، وفي منهم ناس لو اتاخرت عليهم لبكره يصحوا ما يلاقوش تعيلهم العيش الحاف. انا بعمل كده عشان يعيشوا ياكلوا ويشربوا ويربوا عيالهم زي بقيه الناس. انا باخد نفحه كبيره قوي من اهل الله، وربنا رازقني بخير كتير من الحضرات والموالد، وعايشه بطولي لا راجل ولا عيل. هعمل ايه بقى دي بالفلوس دي كلها وفي ناس محتاجه ربها؟ طب استنى، بص ربنا بعت لي النهارده 600 جنيه وشويه فك، ولولا اللي حصل النهارده في حضرة الشيخ موافي كان زماني جبت لهم لحمه ورز وفاكهه كمان. 600 جنيه دول هم اللي هتوديه عشان كده مش عارف بيتي، وربعهم هيكفيوا؟ طبعا، ولو اقل من كده بيكفي وبيفيد وربنا بيبارك. طب دي الحاجه سنيه. مين؟ الحاجه سنيه. مالها بقى؟ عندها 3 بنات وعيلين، كانت هتقع من طولها يعني امبارح لما اديتها ورقه ب 50 جنيه.
طب خد يا فاطمه الفلوس دي خليها معاك دلوقتي. خلاص انا فهمت الموضوع خلاص. خلي معاك الفلوس دلوقتي. عيب بقى. هنكمل الاكل نشرب الشاي والصباح ربع. والصباح ربع. الحاجه سعديه ربنا رزقها بشويه صوابع ما شاء الله زي المكنه، بتفرد كوز الدرق في دقيقه واحده ولا اجدع وبر طحين. وهي دي سكه رزقها والقرش اللي عايشه عليه. بتاخد في الكوز الواحد 10 صاغ وساعات 15. انا استاذ ابو سيد اخوكي فاعل خير وجاي لك من طرف الست فاطمه. الست فاطمه؟ اه. جرى لها حاجه والنبي؟ لا لا طمنا عليها. انا قلبي حاسس في حاجه. يا ستي ما فيش اي حاجه فلا الله ولا فالك. هي فاطمه زي الفل والحمد لله وراحت عمل خير عندها حضره في الصعيد. في الصعيد؟ يا دي الحوسه. ليه بس؟ ده انا كنت عايزه. يا ستي انا عارف وقلت لك انا اخوكي وفاعل خير وجاي لك من طرف فاطمه. سكي سكي. ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ يا لهوي يا لهوي يا ستي كل الفلوس دي كلها الحمد لله. ما تقلهمش بقى على كني بركات ربنا يزيدهم ويبارك. يا خرابي تمريني باي حاجه؟ يا ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يصلح حالك، ربنا يجعلك في كل خطوه سلام. سلام عليكم. يا رب يكرمك ربنا يا رب، يا رب يجعل القليل معاك كتير يا رب، ويجعلك في كل خطوه سلام، يكفيك شر طريقك يا رب وشر المستخبي. خدوا يا عيال هاتوا اللي انتوا عايزينه. الحمد لله. بس اهم حاجه في المشوار ده يا ادم زياره عم قناوي. صحيح ربنا حرمه من نعمه النظر، بس قلبه بيشوف الناس ويحس بيهم من غير ما يتكلموا. بس وحيد يا ادم، لا ست ولا عيل ولا صحته تساعد على الخدمه وشغل البيت. امسك بقى ما تكسفش ايدي يا عم الحاج. انا قلت لك انا حيالله مرسال من طرف الست فاطمه. يعني انت مش عاوز تقول لي اسمك ايه؟ يا سيدي سميني زي ما تحب، الاسم اللي يجي على بالك. انا ما فيش على بالي غير اسم واحد بس. يعني اسم ابني غريب. غريب؟ تصدق ده اكتر اسم اللي عليا فعلا. وكان لايق عليه هو كمان. كان ليه هو بعد الشر يعني ربنا افتكره؟ هو يا ابني ربنا بينسى حد عشان يفتكره. اسمع مني الحكاية ديت عشان تعرف ان ربنا ما فيش احن منه علي. استحمل يا ادم عشان خاطري. اسمع حكايته كلها للاخر. من يوم ما جه عندنا البلد وانا بسمعها كل يوم. واي حد غريب يشوفه لازم يحكي له حكاية هروبه من السويس وقت الحرب. وابنه غريب اللي كان عنده 5 سنين وتاه منه في الوجه. ما حدش عارف اذا كان عايش ولا ميت. عارفه انها حكايه طويله وما تلزمكش، بس هي دي الحاجه الوحيده اللي بتطبطب على قلبه وتريحه اكتر من الاكل والشرب والفلوس.